الخير. نعرف انه لبنان عايش بدون موازنة من 2005. اديب شو عم بيصير؟ خلينا نشوف شو هي الموازنة، كيف عم بتتم اقرار الموازنة. معقول بلد عايش بدون موازنة صار لها كذا سنة؟ رونالد، الموازنة هي برنامج عمل الحكومة خلال سنين بتتضمن الاعباء يلي مفروضة على المواطن وكيفية انفاقها. يعني الموازنة بتتضمن ارقام، بس هالارقام لازم يخبروا قصة، قصتنا نحن كبلد، من شو بنعتقد، من شو بنفكر، وين بدنا نروح. بس ما في موازنة من 8 سنين، مين المسؤول؟ قبل ما نحكي بالمسؤوليات، خلينا نشوف مراحل الموازنة. أول مرحلة، كل وزير بيعمل مشروع لنفقات لوزارته للسنة التالية، وبيسلمه لوزارة المالية قبل شهر أيار من السنة الحالية. يعني مثلاً لموازنة 2014، لازم قبل آخر أيار 2013 على كل وزير أنه يقدم مشروع نفقات وزارته لوزارة المالية. ومرحلة تانية، بيجي وزير المالية بجمع مشاريع النفقات لكل الوزارات وبيقوم بتقدير المداخيل اللي يمكن يحصلها من السنة التالية، وبيوضع مشروع الموازنة وبيعرضه على مجلس الوزراء قبل شهر أيلول من كل سنة. وعلى مجلس الوزراء أنه يقر الموازنة بصيغته النهائية، وأكيد بيرجع بيبعثها لمجلس النواب للتصويت أكيد ضمن المهلة الدستورية. يعني الثلاثة يلي بيلي 15-20 الثاني من كل سنة، ومجلس النواب بخصص كل جلساته لدراسة الموازنة وما في يعمل شيء ثاني. بس أهم شغلة، مجلس النواب ما في ينشر الموازنة إلا ما يعرضوا عليه حسابات المالية يلي بتبين الأرقام الحقيقية عن السنة السابقة تيوافق عليها. هيدا بسموه كذا موازنة، وهيدا في خلاف عليه هلأ. الشغلة الرهيبة أديب أنه من 2010 مجلس النواب ما قر الموازنة، والأكثر من هيك الشغلة المضحكة كتير أنه من 2010 لهلأ حتى ما أحيلت الموازنة إلى مجلس النواب من قبل الحكومة. يعني ما بعرف بلد كيف عيش، ما بعرف. إنجاز أكيد. أحسن شيء تنحط بالجينيس بوك، يعني بعد أكبر صحن حمص أما أكبر صحن تبولة، أكثر بلد في عيش بلا موازنة. أصلاً نقاش كان لازم يكون رونالد هلأ على كيفية إصلاح الموازنة، إصلاح طريقة تنظيمها وطريقة عرضها، تتصير حسب السياسات، حسب الأهداف، حسب الاستراتيجيات لبكل وزارة، تيقدر المواطن ومجلس النواب يقدر ويحكم على سياسة الحكومة. بس أهم شيء أديب، بدنا موازنة، بدنا حكومة، بدنا مجلس نواب، بدنا 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 بدنا. نشوفكم بحلقة جديدة، ما تنسوا تابعونا.